صباح الخير، صباح الوقاية من الأمراض. اليوم حلقتنا راح تكون عبارة عن تمارين تقوية لجزء السفلي من الجسم للناس اللي بيعانوا من ضعف في عضلات الرجلين. راح يشاركني في التمارين كوتش ناصر. صباح الخير كوتش. نبلش ورب خفيف، نعمل هاي نيز لفوق، ناخذ نفس، ممتاز. حاول نعمل أعلى لفوق شوي، نحمي عضلات الإجرين كويس. جود، تمام. راح نحتاج مات ودامبلز. راح نبلش أول تمرين اللي هو تمرين السكوات. ناخذ وضعية السكوات، التوز لبرا، الإجرين مفتوحين بفتحة الكتف، الهيبس للخلف، تشيست أب، الكور إن، وننزل 1 2 نطلع 1 2 3 4 جود. كمان 1 2 1 2 3 4 جود. 1 2 1 2 3 4 ممتاز. جود، تمام. تمرين السكوات بيشتغل فينا على عضلات الكوادريسبس، العضلة الرباعية، بيشتغل معنا العضلات الخلفية كعضلة ثنائية. تمام. جود. تمام. الهيبس للخلف والركب ما يتعدوا رؤوس الأصابع. تمام. ناخذ التمرين الثاني، التمرين الثاني اللي هو السومو سكوات. راح نستخدم فيه الدابل. راح نفتح اجرينا اكثر من فتحه الكتف، التوز لبرا كثير شوي، والركب بتروح باتجاه الاصابع. ننزل الهيبس لورا، تشيست اب، كور ان، وبنطلع. بدنا نعرف انه الركب ما يتعدوا رؤوس الاصابع. ممتاز. جود. خذ كمان مره. ممتاز. تشيست اب، ناخذ نفس ونطلع. طبعا سومو سكوات بيشتغل معنا على العضلات الداخليه اكثر، عضلات الهامسترينج، عضلات الداخليه، وبتشتغل معنا العضله الرباعيه كمان. جود. نتاكد انه الركب ما يتعدوا رؤوس الاصابع. تشيست اب. جود. لاست وان. ممتاز. تمام. هلا نعمل التمرين الثاني اللي هو تمرين اللانجز. تمرين اللانجز بيشتغل معنا على العضلات الخلفيه والعضلات الاماميه والعضلات الداخليه. تمام. كوتش ناصر راح يعمل اللانجز بالطريقه العاديه، انا راح اعمل بالناس اللي ما عندهم يعني فكره كثير قويه عن اللانجز. راح نبلش من وضعيه الجلوس على الارض، زاويه 90 وزاويه 90، الركبه ما تتعدى رؤوس الاصابع، ونعمل بوش لفوق. جود. 1 ممتاز. تشيست اب، كور ان. جود. جود. ممتاز. نعمل سويتش، زاوية 90، زاوية 90، الركبة ما تتعدى رؤوس الأصابع، ونعمل بوش لفوق. 1 2 جود. دائما نذكر تشيست اب، كور ان، وناخذ نفس. جود. ممتاز. تمام. هلا بدنا نعمل تمرين لعضلات الجلوتس. نعمل تمرين اسمه كيك باك. ننزل الايدين على مستوى الاكتاف، الاجرين زاويه 90، ونعمل بالاجر الشمال. نبلش نعمل كيك 2 جود. ممتاز. حاول ناخذ نفس. لاست وان. جود. نعمل سويتش للثانية.
1 2 3 4 5 6 Good. ممتاز. ناخذ نفس. نظرنا يكون على الأرض. Last one. Good. هلا التمرين اللي بعده راح يكون تمرين للعضلة الخارجية من الفخاد. راح نعمل هون الإيد تكون بمستوى الكتف ونطلع 1 2 ممتاز. ناخذ نفس. Last one. Good. نعمل سويتش. نبلش طلع. One. Good. Two. شغل معنا هون العضلات الخارجية. Good. Good. طبعا نتأكد إنه الإيد على مستوى الكتف لحتى ما نأذي مفصل الكتف. Good. Last one. ممتاز. تمام. هلا من هاي الوضعية راح نشغل العضلات الداخلية بس للإجر الثاني. بنحط إجرنا بهاي الطريقة وبنحاول نرفع الإجر اليمين لفوق. 1 2 3 Good. 4 5 6 Good. 7 8 9 Last one. ناخذ نفس. Good. نعمل سويتش. ناخذ نفس ونبلش نطلع. 1 2 3 4 5 Good. Good. ممتاز. هلا راح نعمل تمرين نعزي فيه العضلات الخلفية. نعمل الكير. نعمل الإجرتين مع بعض. نطلع 1 ننزل. نطلع جو 1 2 ننزل 1 2 جود 1 2 1 2 1 2 1 2 لاست 1 1 2 1 2 ممتاز. حنعمل هلا آخر تمرين اللي هو العضلات البطاط. نحاول نفتح الإجرين على مستوى الكتف. نطلع 1 2 ننزل نطلع 1 2 ننزل نطلع 1 2 وننزل